سعادة المحافظ، سيداتي سادتي، أود أولاً أن أرحب بهذا اللقاء الذي يجمع المصارف العراقية مع المصارف اللبنانية، وأتأمل أن يكون لهذه الاجتماعات النتيجة التي نتوخاها. إن التطورات العالمية تفرض علينا اليوم إعادة النظر باستراتيجيات التعاون بين المصارف المركزية وبين القطاعات المصرفية بين دولتينا. وكلنا نعرف أن هنالك تحول اليوم بانسحاب الأموال من الأسواق الناشئة وتراجع النمو في اقتصاد هذه الدول، وهذا يؤثر بشكل مهم على عملية التمويل في المناطق كلها التي هي خارجة عن أوروبا أو أمريكا، ويؤكد على ضرورة أن يكون هنالك علاقات إقليمية تجمع المصارف ما بين بعضها البعض، واستعمال أكبر لعملاتنا المحلية. مصرف لبنان ينظر بأهمية كبرى إلى التعاون مع العراق الشقيق، ونحن ننسق ونريد أكثر من التنسيق مع البنك المركزي العراقي لكي يكون هنالك تنسيق بمقاربة المخاطر باستعمال الأدوات اللازمة لتأمين الشفافية بالتعاون في مكافحة تبييض الأموال وفي تبادل الخبرات. ونأمل أيضاً بمرحلة أخرى أن نكون قادرين على تفعيل أنظمة للدفع بالعملات المحلية بين بلدينا. أما الوضع في لبنان فوضع نرى فيه أن الليرة اللبنانية مستقرة وأنها يتداولوها في الأسواق بأسعار هي أقل من أسعار التدخل لمصرف لبنان، ونحن نؤكد على استمرارية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، ونرتكز بذلك على الرقم القياسي الذي نراه في احتياطات البنك المركزي في لبنان، وعلى إمكانية ليكون لنا مبادرات تشجع الثقة، والثقة هي أساس في الاستقرار للعملة. الفوائد بلبنان مستقرة، وبالرغم من تحول توجه ستاندرد أند بور لمستقبل لبنان من مستقر إلى سلبي، إن الأسواق ستحافظ على الاستقرار بالفوائد نظراً للسيولة المرتفعة الموجودة بالقطاع المصرفي اللبناني، والذي نرى فيه تطور إيجابي بالودائع على معدل سنوي بحدود 7% لهذا العام. كما أن القطاع المصرفي قطاع سليم وقوي، وسيكون بمستوى ملاءة بحدود 12% بآخر هالسنة، وهل نسبة الملاءة هي تبعاً لمعايير بازل 3. المعايير نفسها اللي معتمدة بالعالم، واللي عم نلاقي إنه المصارف العالمية ما وصلت لهالمستويات من الملاءة. نحن عم ننظر للمستقبل بإنه تكون نسبة الملاءة في المصارف وتدريجياً بين 2012 وال2000 بين 2015 وال2018 تصل الى 15%، وهذا الامر ضروري للحفاظ على
الثقة ضروري للحفاظ على تعاطي طبيعي مع الصيرفة العالمية. أما بما يتعلق بالاقتصاد اللبناني ف 2015 لم ترى نمو اللي كان عندنا إياه بال 2014، والنمو رح يكون قريب من الصفر لهذا العام، وهنالك مبادرات اتخذها البنك المركزي ومبادرات عم نجرب ناخذها من خلال هيئة الأسواق المالية. مبادرات اللي عم ياخذها البنك المركزي ترتكز على إطلاق رزمة تحفيزات للتسليف حديثة جديدة بال 2016 تكون بحدود المليار دولار وقابلة للزيادة للمليار ونصف دولار، بحيث رح يكون البنك المركزي عم يقدم تسليفات للمصارف بفائدة 1%، وهالتسليفات المصارف بترجع بتدينها لقطاعات السكن والمشاريع الصغيرة والمشاريع الجديدة والمشاريع اللي علاقة بالطاقة البديلة وبالبيئة وبالتحصيل الجامعي. السكن هو من قطاع مهم، محرك للاقتصاد ومؤمن لاستقرار اجتماعي، وبفضل هالرزم صار في بلبنان ما يفوق 100,000 قرض سكني، كما انه بسبب هالتوسع والتشجيع للتسليف ومهارة المصارف اللبنانية ارتفع عدد المديونين بالمصارف من حوالي 70,000 بالعام 93 إلى أكثر من 700,000 حالياً. وهالتوسع بالانخراط وبالمجتمع للقطاع المصرفي مفيد ومحفز للنمو. من المبادرات الأخرى هي أنه مصرف لبنان رح يصدر قريباً تعميم بيساعد بإعادة تنظيم الديون مع القطاع الخاص بشكل مسؤول من قبل المصارف وتحت رقابة لجنة المصارف، لجنة الرقابة على المصارف، وذلك لنمكن العملاء من الاستمرار بأعمالهم ونقطع هالفترة الصعبة بدون ما يكون في إفلاسات بلبنان غير مبررة. أيضاً نحن نتجه بإيجابية إلى المستقبل، وبما أن البنك المركزي أصدر التعميم 331 اللي حفز المصارف وحماها أيضاً بتوظيفاتها بقطاع اقتصاد المعرفة، هيئة الأسواق المالية عم تحضر حالياً لإطلاق منصة إلكترونية للتداول. هالمنصة رح يكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، بحيث سنمنح رخصة واحدة لمجموعة بتختارها هيئة الأسواق لتنشئ هالمنصة للتداول الإلكتروني. على هالمنصة رح يكون في تداول بالأسهم، بالسندات، بالسلع من الذهب، حتى المضاربة بالعملات. وأيضاً رح تكون هالمنصة هي طريق لبيع المؤسسات الناشئة اللي بتكون هي ناجحة بيعها إلى الجمهور. وكونها إلكترونية رح تكون هالمنصة بتواصل وعندها إمكانية التواصل عالمياً، ونحن هدفنا إنه اللبنانيين المقيمين بالخارج وحتى غير اللبنانيين اللي عندهم اهتمام بالاقتصاد اللبناني يكون عندهم أداة فعالة شفافة مراقبة للاستثمار بلبنان أو للتداول بالأوراق اللبنانية. لبنان مر بظروف صعبة، ولكن اللبنانيين ما يأسوا، وأنا بطمنكم أنه ما رح نيأس. شكراً.